السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على القناة. طبعا نعتذر لتوقف الفيديوهات لفترة كبيرة جدا على القناة نايترو إلكتريك. طبعا قمنا بتغيير اسم القناة لنايترو إلكتريك، بإذن الله هنحاول إن احنا ناخد سلسلة كبيرة جدا من الفيديوهات الفترة القادمة، وهنبدأ كده بكتاب دكتور الجيلاني هندسة القوى الكهربية. هندرس في الكتاب ده هو طبعا توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية، ونحاول كمان ان احنا نشرح بعض الجزئيات على الورق كده خارج الكتاب، بحيث ان احنا نفصص الموضوع مع بعض ونشوف الكتاب ده بيتكلم على ايه. طبعا ليا الشرف ان انا اشرح الكتاب زي ده. نبدأ كده مع بعض نشوف محتوى الكتاب اللي احنا هندرسه، هندسة القوى الكهربية. طبعا هو دراسات في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية للأستاذ الدكتور محمود الجيلاني، كلية الهندسة جامعة القاهرة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنشوف كده. طبعا هنا في مقدمة، نشوف كده في المقدمة ديت الدكتور بيتكلم عليه، بيقول لك هذا الكتاب كتاب كتبته لأفهم ما صعب علي فهمه من مواضيع القوى الكهربية، وربما هذا ما يفسر لك نوعية الموضوعات التي درست في كل فصل، فهي لا تشبه الكتب التقليدية في هذا المجال. طيب تعال نشوف ما هي منظومة القوى الكهربية كبداية كده، كبداية أول سؤال بنسأله هو ما هي منظومة القوى الكهربية؟ عندنا ثلاث حاجات من منظومة القوى الكهربية. أول حاجة منظومة توليد القوى الكهربية، يبقى أنا عندي لو أنا بتكلم عن منظومة القوى الكهربية فأنا بتكلم عن ثلاث حاجات مهمين جدا. يبقى لو بتكلم على الإلكتريكال باور أو الباور أو الإلكتريكال باور، فأنا بتكلم عن ثلاث حاجات مهمين جدا. أول حاجة مرحلة الجنريشن. يعني ايه الجنريشن دوت؟ اللي هي مرحله التوليد، توليد الطاقه الكهربائيه. يبقى لو بتتكلم على القوى الكهربيه يبقى اول حاجه مرحله عندك هي مرحله التوليد. طيب تاني حاجه ايه؟ المرحله بعد كده انت ولدت كهرباء، يبقى عندك طاقه كهربائيه، عاوز تنقل الطاقه الكهربائيه دي كده او تنقلها لمين؟ للمستهلك. طيب هتنقلها ازاي؟ تنقلها عن طريق حاجه اسمها خطوط النقل، اللي هي نقل القدره الكهربائيه. تاني منظومه عندي او تاني عنصر من عناصر القوى الكهربائيه هي نقل الطاقه الكهربائيه ديت، واللي بنسموه ترانسميشن سيستم. تمام؟ حلو جدا. بعد كده تالت عنصر، خلاص انت نقلت القوى الكهربائيه ديت ونقلت الطاقه الكهربائيه اللي انت عملت لها جنريشن في مرحله التوليد عن طريق ترانسميشن سيستم. ثالث حاجه تعمل فيها اكيد بقى ان انت هتاخد الطاقه الكهربائيه اللي انت نقلتها دي وتبدا توزعها على الكونسيومرز بتاعتك او المستهلكين بتوعك. فبنروح لثالث عنصر عندنا وهو عنصر توزيع القدره الكهربائيه، توزيع القدره الكهربائيه اللي هو الديستريبيوشن سيستم. تمام قوي، انا عندي ثلاث حاجات مهمين جدا وهما مرحله الجنريشن، مرحله ترانسميشن، مرحله الديستريبيوشن. تعال نشوف الدكتور كاتب نبذه عن كل مرحله من دولت. اول حاجه منظومه توليد القدره الكهربيه، واللي هي عباره عن الجنريشن سيستم، وهي المنظومه التي تشمل عدد عند دراستها عده مواضيع من اهمها الشبكه الموحده. طيب عايزين نشوف الشبكه الموحده يعني ايه، كلمه شبكه موحده، والتحكم في القدره المتولده. اكيد انت عاوز تعمل كنترول على القدره ديت، مش اي قدره هتطلع عندك. بعد كده بتروح لانواع المحطات او انواع ازاي هتعمل هتطلع القدره دي كده، فاكيد في محطات لتوليد وايه هي انواع المحطات ديت. بعد كده تروح لمنظومه نقل القدره المرحله الثانيه. المرحله الثانيه من المنظومات الكهربيه، منظومه القدره الكهربيه اللي هي ترانسميشن سيستم، نقل القدره. وهي هذه المنظومه تنقسم الى قسمين. عندنا طبعا عشان ننقل ممكن انقل عن طريق حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي هي الاوفر هيد ترانسميشن سيستم، ان انا باخد الباور اللي طلعت لي وبنقلها على شبكات بيسموها شبكات هوائيه. تمام، وديت المنتشره في اللي احنا كل شويه بنشوفها على خطوط النقل العالي، وهنتكلم عنها طبعا بالتفصيل جدا. تمام. طيب بعد كده الكابلات الارضيه اللي هي الاندر جراوند كيبلز، وديت النوع الثاني. يبقى انا عندي نوعين دلوقتي من الترانسميشن سيستم ديت،
سواء كنت بتكلم عن الاوفر هيد اللي هي الهوائيه تمام، او الاندر جراوند كيبل تمام جدا. طيب بعد كده هنتكلم عن منظومه توزيع القدره الكهربائيه، وتختص هذه المنظومه بنقل الطاقه الى المستهلكين. خلاص بقى هتاخد الطاقه سواء جت بقى من ايه، من اوفر هيد او اندر جراوند كيبل، وتروح موزعاها للكونسيومرز او المستهلكين بتوعك من خلال شبكات الجهد المتوسط وايضا شبكات الجهد المنخفض. يبقى هنا هيكون في شبكات جهد متوسط، يبقى هنا يكون عندي في شبكات جهد متوسط، وهيكون في ايضا شبكات جهد منخفض تمام. طيب وبعد كده والدارس لهذا الموضوع يجب ان يلم بالموضوعات الكثيره المتعلقه بتخطيط شبكات التوزيع ومكونات شبكات التوزيع. هيكون في تخطيط وفي مكونات لشبكات التوزيع وانظمه التوزيع والتحكم وخلافه. طيب وينظم عمل هذه المنظومات الثلاثه مجموعه من المنظومات الفرعيه وهي منظومه الحمايه. طب الثلاثه دول هيشتغلوا ازاي؟ قال يبقى اكيد في حاجه هتحمي المنظومات الكهربيه دي كده، يبقى هنا في بروتكشن او في حمايه. طيب هنا في حمايه لمنظومات القوى الكهربائيه دي تمام جدا. وهيكون عندي كمان منظومات لتحكم وقياس وشبكات اتصالات. يبقى في انظمه دي منظومات اساسيه واللي هتخدم عليها في شويه حاجات من المنظومات، يبقى دي منظومات اساسيه الثلاثه دول، وفي منظومات فرعيه بدونها ممكن يحصل مشاكل زي البروتكشن، في كنترول يعني هيكون في حمايه، في تحكم، طيب هيكون في ميجرمنتس قياسات هتعملها. طيب عندك بعد كده الكوميونيكيشن، ازاي هتاخد بقى القياسات ديت وازاي تتحكي ازاي تنقلها، هيكون في كوميونيكيشن. يبقى دي منظومات فرعيه. طيب جميل جدا. وننظم عمل هذه المنظومات خلاص اتكلمنا عنها، وتعتبر محطات التوليد اللي هي الصب التحويل سب ستيشن بمثابه مفاصل الربط الاساسيه بين المنظومات الثلاثه، حيث تتواجد بداخلها المنظومات المساعده السابقه، منظومات مساعده يبقى دي بيسموها الاوكزيلري تمام. طيب اللي هي المنظومات المساعده السابقه اللي هي الحمايه والقياس والاتصال والتحكم. طيب انا في عندي تعتبر محطات التحويل اللي هي السب ستيشنز ديت هي بمثابه فصل بمثابه مفاصل الربط الاساسيه بين مين؟ بين المنظومات الثلاثه. هيكون فيها مناظم، يبقى الحاجات الثلاثه شويه الحاجات دول موجودين فين؟ موجودين في محطات التحويل. طيب جميل جدا. وبالطبع فكل المنظومات تتعاون مع الوصول الى جوده الخدمه المطلوبه مع التحقيق مع استقرار الشبكه. يبقى يهمني جدا كل الليله دي كلها انا بعملها ليه؟ عشان اوصل لحاجه او لمصطلح مهم جدا اللي هو الباور سيستم استابيليتي، عشان اوصل لاستقرار الشبكه، ما يحصلش اي مشكله والشبكه عندي تبوظ. يبقى كل الليله سواء بقى بعمل بروتكشن او كنترول او ميجرمنت او كوميونيكيشن على المنظومات الاساسيه بتاعتي دي. ليه؟ عشان يحصل حاجه عندي اسمها باور سيستم استابيليتي تمام؟ ان حصل تغيرات في الاحمال، ان حصل فولتس، او ان حصل اي حاجه، طيب ايه؟ مين اللي يعمل بقى؟ مين اللي يخدم؟ مين اللي يوصل لاستقرار الشبكه؟ الحاجات اللي هي الاكزيلرز اللي احنا عاملينها دي تمام كده؟ طيب والتي يقصد بها مدى فاطره الشبكه على سرعه استعاده القيم الطبيعيه. يهمني جدا ان الشبكه ترجع بقى للحالات مثلا سواء الجهود او الزوايا بتاعت الفيز فولتج تمام؟ او خلافه من التردد والمشاكل اللي بتحصل دي والتيار والكلام ده كله. طيب والتي يقصد بها مدى فتره الشبكه على سرعه، لازم يكون هنا سرعه استعاده القيم الطبيعيه للتشغيل سواء للتردد او للجهد بعد حدوث هزات بالشبكه، سواء كانت هذه الهزات بسيطه او هزات ضخمه تمام. وهذا الكتاب مكون من 6 ابواب. تعال بقى نشوف. خلاص يبقى احنا كده عرفنا، هو بيقدم لنا كده مقدمه كده مهمه جدا عن منظومه القوى الكهربيه. قال لنا خلاص ان احنا عندنا 3 حاجات مهمين جدا، التوليد والنقل والتوزيع، وهنتكلم عنهم بالتفصيل. وبيقول لك ان في بعض المنظومات اللي هي الاوكزيلاريز بقى اللي هي البروتكشن والكنترول والميجرمنت والكوميونيكيشن، دولت كل ده بيخدم على حته الباور سيستم استابيليتي بتاعه الشبكه تمام. ان الشبكه لو حصل سواء اي هزات سواء كانت بسيطه او هزات ديت كانت ضخمه، لازم توصل لحاله استابيليتي بسرعه وما تغيبش فيها تمام. نوصل بعد كده
لحاجه تانيه. ايه بقى محتوى الكتاب ده او لمين الكتاب ده؟ الكتاب بيقول لك ان هو فيه 6 ابواب موجودين فيه، ابواب كتيره جدا موجوده في الكتاب ده. طيب تعال نشوف كده لمن هذا الكتاب. هذا الكتاب كتاب اساسي لاي مهندس كهرباء عامل في المجال، ولطلاب اقسام الكهرباء سواء في الجامعه او ما يعادله من التعليم التطبيقي والفني. ماشي جدا. طيب في بعض الابواب، ايوه مثل الباب الاول والرابع تناسب الطلاب السنوات الاولى، والبعض مثل ايه مثل الباب الثاني والثالث تناسب السنوات المتقدمه. طيب هنحاول ان احنا نبسط محتويات الكتاب على قدر الامكان. ماذا ينقص هذا الكتاب؟ الكتاب ده ايه اللي ممكن انت بتدور عليه فيه وما تلاقوش؟ ومع ذلك فليس كل احد سيجد فيه غايات، يعني فالطالب سيجد ان الامثله المحلوله فيه قليله، يعني لو انت مثلا بتدور على امثله مش هتلاقي فيه امثله محلوله، وممكن تاخد بعض الامثله من كتاب مهتا، تمام، في كي مهتا او سراجي، ودي موجوده طبعا في المراجع المهمه جدا لو انت بتدور على امثله كتير. طيب المهندس في المحطات سيجد ان الكتاب ينقصه التفاصيل لعمليات التوصيل. اكيد برضو المهندس في المحطات هيلاقي ان في مشكله بقى في التوصيلات والكلام ده كله، يمكنه الرجوع للكتالوجات او ملفات موجوده من منتديات القوى الكهربائيه تشرح هذا الامر. يعني الكتاب ده هو المفروض ان هو هيشرح لك الصوره العامه لمنظومات القوى الكهربائيه وازاي بتشتغل وازاي بتتواصل مع بعضها وازاي بيوصل بقى حته الباور سيستم ستابيليتي والكلام ده كله، تمام، ولكن هينقصه بعض التفاصيل في توصيل المعدات، واللي المفروض طبعا الحاجات دي بتكون سهله يعني في الحصول عليها. ماشي. الاستاذ الجامعي سيجد الكتاب بينقصه المعادلات الرياضيه، برضه مش هتلاقي ايه يعني الكتاب مش مايل لحته المعادلات الرياضيه اللي هي الصعبه بقى بالتفصيل والحاجات المعقده ديت. طيب تعال ننتقل، يبقى خلاص احنا كده عرفنا المقدمه دي ما فيهاش اي مشكله خالص. طيب جميل جدا، تعال نشوف محتويات الكتاب كده مع بعض. المحتويات بتاعتنا، ما هي منظومه القوى الكهربائيه؟ لمن هذا الكتاب؟ خلاص احنا اتكلمنا عليه، فصول هذا الكتاب. تعال نشوف اول فصل عندنا. الفصل الاولاني بيتكلم عن تاريخ الشبكه الموحده. يبقى احنا قلنا ان احنا عندنا هنا في حاجه الشبكه الموحده، تمام، قلنا في شويه حاجات كده المفروض نعرفهم. هيتكلم هو في اول حاجه منهم اللي هو الجنريشن، وهيتكلم عن تاريخ الشبكه الموحده. يبقى اول جزء ايه؟ هيتكلم عن تاريخ الشبكه الموحده. بعد كده الفصل الثاني او العنصر الثاني بيتكلم كيف يتم التحكم في العلاقه بين الاحمال والتوليد، وبعد كده طرق التحكم في التردد، وليه 50 وليه 60، والاسئله اللي هي بتتطرق لينا وبنشوفها كل شويه ديت. طيب بعد كده ربط المولدات على التوازي اللي هي حته السنكرونايزيشن وازاي بتتعمل. طيب عشان ما نشوفش ما نتخضش من محتوى الكتاب، باذن الله تعالى ترقبوا الفيديو القادم، هنبدا على طول شغل مباشر في الفيديوهات اللي هتشرح الكتاب دهوت، تمام، باذن الله تعالى. يا رب يكون المقدمة ديت سهلة كده وبسيطة عليكم كده وما نكونش احنا طولنا فيها. بإذن الله انتظروا مزيد من الفيديوهات الفترة القادمة، وبإذن الله يكون الموضوع مفيد ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.